حد يقول ان احنا خسرنا. احنا ما خسرناش، لا احنا ما خسرناش، احنا اتفشخنا. اقسم بالله اتفشخنا. العيال بيسكونا فشخوا لعيبتنا حرفيا، اقسم بالله مسحوا كرامتهم من النجيله. 6-0 6-0 يا جحده، ده انتوا مرمطونا، احنا اتبهدلنا، المنتخب المغربي بهدل المنتخب المصري. اقسم بالله العلي العظيم انتوا بهدلتونا. 6-0 6-0 يا جحده، يا اللي ما عندكوش دين ايه ده؟ اقسم بالله انتوا بهدلتونا في ارض الملعب. المنتخب المصري يا جماعه اتبهدل، اتبهدل بكل المقاييس. المنتخب المغربي كان واخده غسيل ومكوى جوه الملعب. انتوا مفيش حاجه ما عملتوهاش فينا في الماتش. احنا كنا نازلين نتبهدل منكو، احنا كنا نازلين نقل كرامتنا من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي قلب كرامه ام المنتخب المصري الارض. عشان كده انا قلت ما نلعبش المنتخب المغربي، انا قلت ما نلعبش المنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي ده منتخب رجاله، منتخب رجاله داس على وشنا في الملعب. ايوه يا مغاربه انتوا دوستوا على وشنا في الملعب. ايوه يا مغاربه انتوا بهدلتونا في الملعب. ايوه يا مغاربه انتوا رجاله، انتوا ولاد المملكه المغربيه تستحقوا الدفع على تيشيرت المنتخب بتاع بلدكوا. انتوا هنتونا، انتوا المنتخب المصري، انتوا قلتوا بكرامتنا الارض عشان لعبتنا مش رجاله، لكن انتوا منتخب رجاله وفعلا تستحقوا. 6-0 يا لهويتي يا خرابي، يا لهويتي يا خرابي، يا لهوي اه يا يا ده ايه ده يا ده ده يا 6-0 6-0 والله العظيم فضيحة، والله العظيم فضيحة. فضحتونا بين الشعوب العربية وبين منتخبات العالم كلها في أولمبياد باريس. 6-0 طبعا، ما هو منظومة فاشلة، منظومة من ساسها لراسها فاشلة. الناس دي عندهم كورة. منتخب المغرب مع المغرب لا تستغرب، منتخب المغرب منتخب أوروبي بمنتهى الأمانة. احنا النهاردة فضيحة، فضيحة. 6-1-2-3-4-5-6 الله يخرب بيوتكم. الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، داهية عنهم كلهم. يا جماعة كل لما اعمل ريفريش الاقي المغرب جاب جون في ايه؟ والله كبرت الموضوع وعمال اقول لكم اشقاء وما اشقاء وبتاع كده، حد يعمل كده في شقه؟ جماعة احنا ما خسرناش، لا احنا اتهنى، احنا اتهنى حرفيا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي منظومة من اولها لاخرها، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم من اكبر واحد لاصغر واحد. عجبكم الفضيحة اللي احنا فيها دي؟ يلا ربنا ينتقم منكم واحد واحد. وري يابويه 6 والله عمي ألف الحمد لله، احنا العراق انطقينا 3 ولحد الان مقهورين ومعارضين على مدربنا. 6 هذا لو يا مقاريد، هذا انتوا لو ما تأهلتوا الى نصف النهائي. 6 شو هذا منتخب مغربي يا رسول؟ شو هذا منتخب مغربي يا رسول؟ خلاص انهي المباراة، صفر يا حكم. 2-0 بالديتان، 2-0 بالديتان ورا بعض. المنتخب المغربي حسم الاولمبياد بهيدي الميدالية. خد كرة ذهبية يا رسول، خد كرة ذهبية يا رسول. هداف البطولة من اهداف ليصبح اول لاعب بتاريخ كرة القدم بسجل بكل المباريات اللي لعبت بالاولمبياد. هيدا رحيمي ما بيرحم يا رسول، هيدا رحيمي خلص سموه اولمبياد رحيمي، اولمبياد رحيمي. هيدا الرجل لا يرحم، جيبوه يا تشيلسي يا اخي، هاتونا يا اخي على تشيلسي. اهل المغرب هيدا اللاعب حرام، حرام ما يكون لاعب باوروبا مع فريق كبير مثل تشيلسي، هاتوه على تشيلسي يا اخي. عايز اوريك صوره كده ونرجع نتكلم فيها. يلا بينا. يلا ايه رايك في الصوره دي؟ كانت 6-0 على فكره.
بص يا ابراهيم، قبل الصوره دي انا عارف ان هو اعتقد كده ان هو بيقول له ما تحسبش وقت بدل ضايع، لان الموقف صعب جدا طبعا، انت بتتكلم في نتيجه كبيره، فمش محتاج خلاص، انت في حاله ميؤوس منها، مش هتعمل اي حاجه. تمام. قبل اللقطه دي بالظبط في حد تاني اصلا، يعني في لعيب تاني، بس هي ما جاتش بقى، يعني اللقطه دي جت من قريب. الكاميرا جابتها من قريب. لا قبل دي والله العظيم في بس الكادر كان فاتح كده، شفت برضه لعيب جنب الحكم، انا عرفت ان هو قال له برضه ما تحسبش وقت بدل ضايع. وصلنا للمرحله دي خلاص، انت الموضوع بقى ميؤوس منه، انت 6-0 يعني، اولا دي نتيجه يعني فضيحه، فاهم؟ يا معود حكم السجل صفر، رحمه على والديك، رحمه على والديك، صفرها وخلنا تخلص اللعبه، لان المغرب بعد 30 دقيقه حتى كركوك ياخذوها، رحمه على والديك، صفر مستوى جايف، صفر بس ما تخسرش 6، ما حدش غير بسيره 6، ما تخسرش 6، ما ينفعش. لكن مصر تخسر 6 ليه يا جماعه؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ ده احنا لم نحرك ساكنا، مش ممكن. ومبروك يا مغاربه، اداء رائع والله يا جدعان. اللي بيحصل فينا ده حرام، ده المنتخب المصري اللي كسب اسبانيا، ده المنتخب المصري اللي كنا هنكسب فرنسا لولا نزول محمد طارق، والله العظيم احنا منتخب على الله. يا ولادي المفضحه فتحتونا، ايه اللي حصل النهارده ده؟ وانا مش قصدي اللعيبه، لان اللعيبه مالهاش ذنب في الكارثه اللي حصلت دي، منتخب مصر بيخسر بفضيحه بسداسيه بسبب اتحاد الكوره المقليه، ايه اللي حصل ده يا ولادي المفتريه؟ اوعى اسمع حد يقول ان احنا خسرنا، احنا ما خسرناش، لا احنا ما خسرناش، احنا اتفشخنا، اقسم بالله اتفشخنا، العيال مسكونا فشخوا لاعيبتنا حرفيا، اقسم بالله مسحوا كرامتهم من النجيله. لك ان تتخيل منتخب بيضغط عشان يجيب السابع، هو جاب 6 جوان اوريدي، بيضغط عشان يجيب السابع، واحنا اللعيبه عندنا اللي هم المفروض صغيرين في السن وشباب بيجروا على الحكم يسالوه هيصفر امتى والدقيقه كام بالظبط، لان هما مش قادرين يجاروا لعيبه المغرب. لك ان تتخيل احنا فين، احنا في منظومه افسد من الفساد والله بجد. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ 5-0 ازاي؟ 5-0 من اي اتجاه؟ معلش ده لسه الدقيقه حاجه و70، 5-0 اللي هو ازاي؟ اقنعوني يعني، اللي هو ده انت قصاد فرنسا ما خسرتش 5-0. هو في ايه يا جماعه؟ اللي احنا فيه ده حلم ولا علم ولا كابوس ولا ايه بالظبط؟ نخسر من المغرب لحد الدقيقه 72 ولا 73 5-0؟ اللعيبه اللي واقفه في الملعب دي مش غيرانة على التيشيرت اللي هم لابسينه؟ مش غيرانة على المنتخب الكبير اللي هم بيمثلوه؟ 5 مكتوب علينا الهم، مش مكتوب لنا نفرح. المغرب اول مره توصل لنص النهائي اصلا تاخد البرونزيه عادي، واحنا 3 مرات نوصل لنص النهائي وعمرنا ما خدنا البرونزيه. يعني انت يا زلزولي يا حبيبي، لو ما جبتش جول ارتو هيقولوا اللي ما جابش جول ارتو اهو، وبعدين ما تتشطرش غير على الدول العربيه، جايب جون زي ده في العراق واخوه جايبه في مصر، يا عم ما انت عندك ماتش امريكا، عندك ماتش الارجنتين واوكرانيا، كنت هات الحاجات دي هناك، اسبانيا يا سيدي. طبعا جون حلو ما اقدرش اقول عليه حاجه، لكن يعني ما كنتش احب انه يخش في دول عربيه، ما كنتش احب في مصر يعني بالاخر يعني. يعني اكسبوا خدوا برونزيه بس 5 ليه؟ 5 عشان العين ولسه الماتش ما خلصش، يا عم حرام عليكم يا عم، يا عم خاوه قبل الماتش وبتضحكوا علينا بقى يومين، بقى لكم يومين خاوه، واذا مصر كسبت مش مشكله، واذا المغرب كسبت مش مشكله، وتيجوا تكسبونا 5، طب خدوا البرونزيه بواحد، 1-0 مش هتقول لا، 2 يا عم، 3-0 اما 5 ايه العروبه في ده؟ الرقم اللي انا شايفه ده لا حقيقي، فريق مرعب، انا عارف ان اول بطوله قلت لكم فريق مرعب يستحق النهائي على الاقل، بس مش كده، اروح اصلي اجي الاقي جونين جايين بقى 6، ده ايه السرعه اللي هم فيها دي؟ انا مش مصدق النتيجه اصلا، والله ما مصدق النتيجه، 6 كتير جدا. ليه بالاداء اللي احنا عملناه في البطوله نخسر 6 في الاخر؟ ازاي باداء مخيب جدا للمنتخب المصري، باداء مش موجود اصلا، المنتخب المغربي يفوز بسداسيه على المنتخب المصري في حاجه تحزن. انا مش يعني ما تقدرش تقول كده، ولا النتيجه ولا اداء ولا اي حاجه، ولا توقعت ان احنا نقدم مستوى مزري كده، يعني مستوى سيء للدرجه دي حقيقي. الماتش خلص 6-0، شابوه المغرب، المغرب جت علمت مصر الادب، جت قالت لهم كده انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها كوره، في لعبه كده تسمعوا عنها اسمها كوره، تعالوا اوريها لكم بتتلعب ازاي. تعالوا اعلمها لكم اصلا، انتوا ايه مصر ما عندهاش خلفيه اصلا هي كانت بتعمل ايه، ما شافوش، ما فيش. المغرب جت علمتهم يعني ايه اصلا حاجه اسمها كوره بجد والله العظيم. وانتوا بقى رايحين تكسبوا لي بقى اسبانيا ومش عارف ايه الهبل ده، ايه الهبل ده، تعال 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 اعلمك الكوره ازاي، فاهم؟ شابوه المغرب، مصر قدامها سنين ضوئيه عشان توصل للكوره اللي المغرب بتلعبها دي بجد والله العظيم، قدامنا سنين ضوئيه عشان نوصل للكوره دي.
يعني هي جت علمتنا الادب وفهمتنا يعني ايه اصلا كوره وبتتلعب ازاي وبتجيب الجوان ازاي يا حبيبي كده كده، وجاب الجوان كل الطرق بقى، هد تلاقي، رجل تلاقي، ثابته تلاقي. ف شابو المغرب والف مبروك البرونزيه، واحنا اتعلمنا خلاص يعني، يا رب يكونوا اتعلموا حاجه، يا رب يكونوا اتعلموا اصلا يعني ايه كوره في الحياه. شابو والف الف الف مبروك البرونزيه، وتستحقوها بجداره. بس لا، انتوا تستحقوا ذهبيه. انا ده اللي انا زعلان منه بقى، ان انتوا المفروض انتوا بتعملوا ايه هنا يعني؟ المغرب دي بتلعب ليه على برونزيه اصلا؟ ذهب يا معلم، انت ذهب، فيش الكلام ده.